ما المقصود بالشرطة؟ ومتى ظهر هذا المصطلح في التاريخ الإسلامي؟ ومن أول من استعمله؟ يعد جهاز الشرطة من أقدم الأجهزة في الدولة الإسلامية، فقد عرف منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له صاحب شرطة أي رئيس لها. فعن أنس بن مالك أنه قال: كان قيس بن سعد بن عبادة من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. ومن الذين عرفوا بالقيام بوظيفة الشرطي في المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص، وبديل بن ورقاء، وأوس بن ثابت بن عرابة، ورافع بن خديج. واستمر الخلفاء الراشدون في الاستعانة ببعض الصحابة للقيام بعمل الشرطي استسبابا للأمن وحفظا للنظام، وتعقبا للجناة والمفسدين في الأرض، وتنفيذا للأحكام والحدود التي يحكم بها القضاة. وقد ازدادت أهمية جهاز الشرطة في الدولة الأموية نظرا إلى الظروف التي كانت تحيط بها وكثرة الخارجين عليها والثائرين ضدها، فتوسعت في استخدام الشرطة حتى أصبح جهازا من أكبر أجهزة الدولة، قادرا على حفظ الأمن وتطهير البلاد من عناصر الفساد والعبث بالنظام العام للمجتمع. وحرص الأمويون على اختيار رجال شرطتهم من أهل الشرف والبأس الشديد والعفة والمروءة والحزم، وأعطوا صاحب الشرطة الحرية التامة في اختيار معاونيه ليؤدوا مهمتهم على الوجه الأكمل. فيروى عن الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق والمشرق الإسلامي أنه قال: دلوني على رجل للشرطة. فقيل له: أي الرجال تريد؟ قال: أريده دائم العبوس، أي جادا في ملامحه، طويل الجلوس، سميق الأمانة، أعجف الخيانة، أي لا يخون. فقيل له: عليك بعبد الرحمن بن عبيد التميمي. فأرسل إليه يستعمله على الشرطة، فقال: لست أقبلها إلا أن تكفيني عيالك وولدك وحاشيتك. فقال الحجاج: يا غلام، نادي في الناس من طلب إليه منهم حاجة فقد برئت منه الذمة. ويعلق الشعبي راوي هذا الخبر بقوله: فوالله ما رأيت صاحب شرطة قط مثله، كان لا يحبس إلا في دين، أي من أجل مخالفة لتعاليم الدين، وكان إذا أتي برجل قد نقب على قوم وضع منقبته في بطنه حتى تخرج من ظهره، وإذا أتي بنباش حفر له قبرا فدفنه فيه، وإذا أتي برجل قاتل بحديدة أو شهر سلاحا قطع يده، وإذا أتي برجل قد أحرق على قوم منزلهم أحرقه، فكان ربما أقام 40 ليلة لا يؤتى بأحد لخوف الناس منه لشدته وهيبته. فضم إليه الحجاج شرطة البصرة مع شرطة الكوفة. وبعد هذا الحديث الموجز عن النظم والإدارة في العصر الأموي، يمكن القول إن إدارة الأمويين للدولة الإسلامية كانت إدارة حسنة بصفة عامة، تقوم على أسس ثابتة تبغي الصالح العام وإشاعة الأمن والاستقرار في الدولة المترامية الأطراف، وإن شاب ذلك بعض القصور والأخطاء. وحسب الأمويين أنهم لم يكفوا عن تطوير أجهزة الدولة ودواوينها التي كانت موجودة قبلهم، واستحدثوا غيرها حين دعت الضرورة إلى ذلك، وأنهم بذلوا جهدا في التدقيق في اختيار الولاة والعمال والموظفين، وأحسنوا مراقبتهم ومتابعتهم، ونجحوا في ذلك إلى حد كبير.